هاي الحنين لفترة التسعينات موجود عند فئة كبيرة من الناس. هالفترة بتجسد عند اللبنانيين نهاية الحرب وبدأ ورشة إعادة الأعمار وانطلاق عدد من النجوم بمجال الغنى والتمثيل. أما على صعيد العالم فالتسعينات شهدت إطلاق أول هاتف ذكي من IBM بشاشة تشتغل على اللمس، بريد الإلكتروني وفاكس. ويندوز 95 كان أكثر برنامج بيتنزل على أجهزة الكمبيوتر بهالفترة. التسعينات شهدت كمان انتشار الألعاب الإلكترونية مثل نينتندو وسيجا يلي إجوا بعد الأتاري. ودراسة استقصائية لقت إنه الأطفال الأمريكيين بيتعرفوا على ماريو أكثر من ميكي ماوس. مسلسل فريندز انطلق بالتسعينات وبعده لليوم الأشهر بالتاريخ. مين قال إنه تايتانيك كان من أشهر أفلام التسعينات وحقق إيرادات تخطت المليارين دولار وحصد 11 جائزة أوسكار؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.